شمس العشي قد غربت واستعبرت عيني. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير دائما ان شاء الله. اليوم غنقدم لكم ميني بيتزا معتمدة عندي في هذا الشهر الفضيل، رائعة الصراحة، ما كتخطانيش، معتمدة عندي من شحال هادي، ديما هي اللي كندير. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، خليكم مع الطريقة والمقادير. بسم الله، اول حاجة غنبداو بها عندنا 3 الكؤوس من دقيق الرطب، عندنا 3 المعالق ديال نيدو غبرة، عندنا معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، شويه ديال الزعتر اختياري، هو الفلفل الاسود الابزار يعني اختياري اللي كيبغيهم، عندنا معلقه كبيره ديال السكر سميده، عندنا كاس صغير ديال الزيت البلديه، عندنا معلقه صغيره ديال الملح على حسب الذوق، وعندنا 3 الكؤوس ديال الماء دافي. بالنسبه للماء، الكاس باش عبرنا به الدقيق نعبروا به الماء، يعني 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض زائد 3 الكيسان ديال الماء. خليكم مع الطريقه. من بعد ما خلطنا المكونات مزيان كنغطيوها وكنخليوها ترتاح مدة 15 دقيقة. من بعد ما ارتاح العجين ديالنا كيولي الحجم ديالو على هذا الشكل، ضروري خاصو يختمر مدة 15 دقيقة حيت ما كنعاودوش نخمروه من بعد، يعني كنطيبوه مباشرة. كنضيفو عليه 3 الكؤوس ديال الدقيق الرطب، وكنزيدو 2 كؤوس من الدقيق الفينو، يعني عندنا 3 الكؤوس ديال الدقيق الرطب زائد 2 كيسان ديال الفينو. كنخلطوا المكونات مزيان، ما كندلكوهمش غير كنجمعوا العجين ديالنا، كتجينا مرخوفه شويه يعني ما كتكونش قاصحه.
كنبسطو على الدلاك باش تجينا مقاده، يعني كي يكون عبار واحد كناخذو شي اطار، يعني اي اطار، يعني على حسب الحجم اللي كتبغيو نتوما في ميني بيتزا. انا عندي هاد السيركل هذا، تقدروا ديروا اي اطار صافي، كتبداو تشكلوا القياس اللي بغيتو. بالنسبه للسمك ديال العجين كنرقوه، يعني ما كنخليوهاش غليظه، كندكوها بالفرشيطه وكندخلوها مباشره للفران، يعني ما كنحتاجش اننا نخليوها تختمر حيت كتكون اصلا خمرناها ديك 15 دقيقه كافيه. كندخلوها مباشره للفران، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كنطيبوها غير نص طيبه، ملي كنحتاجوها عاد كنعمروها وكندخلوها تكمل الطياب ديالها. صراحة كتجي رائعة، كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. بالنسبة لنا هاد الكمية كنحطها، كناخد كل تقريبا العدد اللي كتبغيو، كل 10 كنغلفهم بالسلوفان وكندخلها للمجمد ملي كنحتاجها كنجبدها، يعني كتسهل عليا الوقت. راكم كتعرفوا هاد رمضان يعني الوقت دغيا كيطير، الحمد لله. كنهز كل 10 كنغلفهم كندخلها للمجمد. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تابونوا عندي في القناه وتخليوا لي تعاليق ديالكم. ومع السلامه، الى فيديو مقبل ان شاء الله.